السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية وتتابعونا فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل رئيس مجلس الأمة صالح بوجيل. الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية. الفريق أول محمد الغول على هامش أشغال الدورة 17 للجنة المختلطة الجزائرية التونسية المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين. رئيس الجمهورية وعد باستحداث قسم لطب النساء وآخر لأمراض السرطان، في الحقيقة فقد وعد ووفى. اليوم أنا نشوفه بعد زيارة السيد رئيس الجمهورية وفروا وحدة علاجية على مستوى مستشفى المختلط ولاية تندوف، والحمد لله هذه حاجة زيادة إن شاء الله للولاية. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وزير الصحة يضع وحدة معالجة الأمراض السرطانية بتندوف حيز الخدمة. وفي النشرة، منجم جرج بلاد أبرز معالم سياسة التحول العميق للجزائر الجديدة. تزويد السوق الصيدلانية بأزيد من 6 ملايين جرعة من مواد تخدير الأسنان. ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تؤكد التوفير الدائم والمستمر لهذه المادة. العدوان الصهيوني الهمجي يواصل قصفه للمدنيين العزل برا وجوا على شمال وسط وجنوب غزة، مخلفا عشرات الشهداء ومئات الجرحى وسط مشهد يزداد تعقيدا وتصعيد صهيوني غير مسبوق بالضفة الغربية. في المستهل، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم رئيس مجلس الأمة السيد صالح بوجيل. رئيس مجلس الأمة صالح بوجيل وفي اجتماعه اليوم بمكتب المجلس نوه بمضامين نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024، معتبرا ذلك بلورة براغماتية بالفعل. وأشاد مكتب مجلس الأمة بالديناميكية التي شهدتها الساحة الوطنية مؤخرا، لا سيما القوانين المتعلق المعلن عنها لصالح الأسرة الإعلامية والتسهيلات المقدمة للعديد من الشعب الفلاحية، وكذا إشراف رئيس الجمهورية على بعث مشروع جرج بلاد. منجم جرج بلاد في ولاية تندوف يعد أحد أبرز معالم سياسة التحول العميق للجزائر في عهد رئيس الجمهورية. فبعد أن كان بمثابة حديث الجميع دون أن يرى النور، ها هو جرج بلاد، هذا المنجم الذي تشكل منذ قرون والذي تطلب العديد من الأعمال البحثية، حلم قديم يتحقق أخيرا، يقول أحمد خير الدين. إيمانا بأن الجزائر ستصبح قوة منجمية وقوة ناشئة، أخذ السيد رئيس الجمهورية المبادرة ليكون منجم جرج بلاد مفخرة للجزائريين في مجال الطاقة. المنجم الذي تشكل منذ قرون وتطلب العديد من الأعمال البحثية وكان حديث الجميع دون أن يرى النور، ها هو اليوم حلم يتحقق أخيرا. كانت أمنيات وظلت أمنيات وكانت حلم وضرب من الخيال، ها هي اليوم مجسدة بفضل إرادة رئيس الجمهورية وبفضل برامج وقوة الدولة الجزائرية. نشوف الوعود تبارك الله راه يتطبق في أرض الواقع، ونشوف هذا جرج بلاد غادي يوفرنا مناصب كبيرة للولاية وللشباب. الثروات الهائلة لهذا المنجم ظلت متوالية منذ أكثر من 60 عاما دون أن ترى النور، لكن سياسة التحول العميق للجزائر في عهد السيد الرئيس عبد المجيد تبون عادت الأمل لساكنة ولاية تندوف في استغلال هذا المنجم الثمين، وفي ذلك استجابة لما طالب به مواطنو الولاية.
لقد أصبح دخول المنجم مرحلة الاستغلال حقيقة، كما قرر السيد الرئيس وهو بصدد رسم آفاق جزائر سنوات 2030 و2040 وتزويد ولاية تندوف بخط سكة حديدية، وهو المطلب الذي ما فتئ سكان الولاية يطالبون به منذ عقود. نلقى غرز بلا ثم ناكل الا الحلم به، بعد الحلم كان حريق استحق هذا حقيقه. الحمد لله مشاروا لنفسه شافوا لك سمعتوا وشناها كامل، والسكه الحديديه سجلها هم بالرايه الحمراء وقالها يلا سير على بركه الله. هذه القرارات السياديه اللي الحمد لله اتخذها الرئيس انه يربط تندوف بالسكه الحديد مع الولايات المجاوره، وفي نفس الوقت يفعل ويفتح ان هذا الغار غار جبيلات هذا ويجسد هذا الامل اللي كانت الناس تحلم بها من الاستقلال لليوم، راه والله الا انجاز كبير. لقد وقعت تندوف في 30 نوفمبر الماضي ولوجها الى العالميه، وانه لحدث تاريخي كما هو الامر بالنسبه لزياره السيد الرئيس التي تعد الاولى من نوعها الى هذه الولايه التي عانت طويلا من التهميش. ونبقى في تندوف، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قام اليوم وزير الصحة عبد الحق سايحي بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تندوف، حيث وضع بالمناسبة حيز الخدمة وحدة معالجة الأمراض السرطانية بالمستشفى المختلط بن الحواس. وزير الصحة أكد بالمناسبة توفير 50 مسكنا وظيفيا للأطباء المختصين، تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية بتخصيص سكنات وظيفية للأطباء العاملين في الولايات الجنوبية. عمر توقين. باتت تشهد عديد المرافق الصحية بتندوف تدعيما لعديد الهياكل الصحية بالولاية بالأجهزة الطبية الحديثة، والتي لطالما كانت محل تطلعات المواطنين منذ سنوات. ثمار زيارة السيد رئيس الجمهورية بدأت تتجسد على أرض الواقع، بداية بقطاع الصحة، أين بأمر من السيد رئيس الجمهورية جاء في زيارة اليوم وزير الصحة إلى ولاية تندوف، وولاية الجنوب بصفة عامة وولاية تندوف بصفة خاصة تشهد نقص كبير في مجال الصحة. رئيس الجمهورية في رحلته التي قادته لولاية تندوف وبالأخص ما تعلق بقطاع الصحة، حيث وعد باستحداث قسم للطب النساء وآخر لأمراض السرطان. في الحقيقة فقد وعد ووفى السيد رئيس الجمهورية، كل مرة يلح على أنه الانشغالات المتعلقة بالصحة تكون أولوية الأولويات، وبالتالي تكليف السيد وزير الصحة بهذا الأمر كان إرادة لمعالجة الكثير من المشاكل التي يعاني منها سكان الجنوب عموما وسكان ولاية تندوف في المجال الصحي. مرضى السرطان اللي الحمد لله اليوم انا نشوفه بعد زيارة السيد رئيس الجمهورية وفروا وحدة علاجية على مستوى مستشفى المختلط ولاية تندوف، والحمد لله هذه حاجة زيادة ان شاء الله للولاية. لتتدعم الولاية بوحدة لمعالجة الأمراض السرطانية وضعت حيز الخدمة، وليشرف بعدها وزير الصحة على تدشين توسعة مصلحة تصفية الدم. تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية للمجيء إلى ولاية تندوف، وضعنا حيز الخدمة مصلحة علاج السرطان التي كانت منتظرة منذ زمن، ثم مصلحة تصفية الدم، وعقدنا اجتماع استمعنا خلاله إلى الانشغالات المتعلقة بالولاية والتي سنرفعها إلى الحكومة لدراستها والتكفل بها في إطار البرنامج التكميلي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية. ليعطي بعدها إشارة انطلاق قافلة طبية موجهة للبدو الرحل، والتأكيد في لقاء جمعه بالأسرة الطبية على التكفل بجل انتقالاتهم. ومشاريع تنموية أخرى ضمن تعليمات رئيس الجمهورية شكلت اليوم جدول أعمال اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، حيث تناول على وجه الخصوص مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بالعقار الاقتصادي الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وتنمية الاقتصاد الوطني. وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج التنموي التكميلي الذي أقره
السيد رئيس الجمهورية لفائدة ولاية تسمسيلت، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن توجيه أراض لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات هذه الولاية. كما تناول اجتماع الحكومة الصيغة المعدلة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية على ضوء التوجيهات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية الداعية إلى إثراء المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار مخرجات الجلسات الوطنية للتشاور مع الفاعلين ومهنيي الصناعة السينماتوغرافية والتجارب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص في هذا المجال، فضلا عن ضبط آلية واضحة لتمويل المشاريع السينمائية. في التعاون العسكري، استقبل اليوم الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية، وذلك على هامش أشغال الدورة 17 للجنة المختلطة الجزائرية التونسية المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين. خلال هذا اللقاء الذي حضره ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وكذا أعضاء الوفد التونسي، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. في ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية. واحد وستون يوما من العدوان السافر على غزة، توثق كل لحظة فيها جرائم حرب غير مسبوقة، ضحاياها نساء وأطفال أبرياء ذنبهم أن العدو الصهيوني الذي سلب منهم الأرض عاد ليسلب منهم الحياة والأمل في مخطط مكشوف لم يعد خفيا على أحد، تكريسا لمقولة الصهاينة الأوائل: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. إلا أن الشعب الفلسطيني له مبدأ ثابت لا يتغير، إما النصر أو الشهادة. حرب صهيونية متواصلة بمستويات متفاوتة على قطاع غزة، صعد خلالها العدو الصهيوني من غاراته الجوية اليوم على العديد من المناطق، مستهدفا عدة منازل بمخيم نصيرات وسط القطاع، مخلفا 7 شهداء وإصابة عشرات آخرين. في وقت سابق من اليوم تم قصف محاور عدة بخان يونس ومخيم جماليا شمال القطاع، مما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة مئات آخرين جلهم من الأطفال والنساء في قصف مدفعي وجوي مستمر من قبل طيران الاحتلال الصهيوني، ما رفع من حصيلة الشهداء إلى أزيد من 16,200 شهيد، في حين بلغ عدد المصابين نحو 43,000 جريح. ومع تعاقب الأيام والأسابيع تزداد وتيرة الاعتداءات الوحشية الصهيونية الشنيعة حدة ضد الفلسطينيين العزل، اعتداءات كشفت العالم هزيمة العدو الصهيوني عندما اتخذ من الأطفال والنساء أهدافا عسكرية. جهد درياسة. تتوالى الأحداث وتتلاحق على قطاع غزة بين قصف ممنهج لا يخطئ أهدافه من الأبرياء العزل على الأرض، وطيران يواصل قصفه المكثف على شمال ووسط وجنوب القطاع، ارتقى على إثرها عشرات الشهداء وأصيب مئات الجرحى بالإضافة إلى مفقودين تحت الركام. والله إحنا في الليل كنا بأمان الله يعني ونايمين، يعني بداية نوم وأطفال، يعني البيت كله أغلبته أطفال وكله ستات كبيرة وصبايا ونايمين في أمان الله، فجأة ما لقينا القصف كله بنزل علينا، الركام هذا كله نزل علينا، أولاد الحلال اللي أسعفونا ولحقونا ونشلونا من دون إنذار ولا إشعار، ولا قالوا إخلوا ولا قالوا شيء ولا شيء. أنا مروح من دوامة، أنا بشتغل في مصلحة المياه طوارئ مع الدفاع المدني ومع البلديات وكل شيء، روحت أكل لي لقمة وأرجع دوامي، دخلت الدار لسه يا غافلة الله، قلت أغير أواعي وألبس أواعي تانية، قلت لها يا المرة حضري لي أكل،
كلمتين من هذول دخلت الغرفة ما عرفش إيش بعديها صار، برامين نزلت هذو. وأهداف العدو لم تحد عن مدرسة تؤوي النازحين أو مستشفى لم تعد طاقته تستوعب عدد الوافدين من الجرحى والمصابين، حيث تركز القصف على ثانوية بيت لاهيا التي تضم آلاف النازحين والمستشفى الأوروبي بخان يونس الذي تعرض لغارات عنيفة. طلعونا من بيوتنا وعملنا هذا المكان. ولليوم 61 من عمر حرب الإبادة على غزة تظل بنوك الأهداف للعدو الصهيوني الأطفال والنساء والأبرياء. مما يعكس بوضوح انهزام الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه المعلنة وغير المعلنة، في حين أعلنت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن قطاع غزة أصبح من أخطر الأماكن في العالم، إذ لم يعد فيه مكان آمن. ووسط رحى هذه الحرب والعدوان المتواصل تصد المقاومة الفلسطينية العدو بكل بسالة وضراوة، مسقطة اليوم 10 ضباط من قوات الاحتلال، فيما أعلن الاحتلال عن 76 من قتلاه في العدوان على غزة خلال الساعات الأخيرة، في حين تفند المقاومة ذلك وتؤكد أن عدد قتلاه أكثر من ذلك بكثير، رغم الدعم المادي والمعنوي الذي يحظى به الاحتلال مباشرة من قبل دول غربية. وبين وضع إنساني يزداد تفاقما وتعقيدا مع مرور كل لحظة، يقف العالم وهيئاته الأممية محل المتفرج لا يتعدى ردة فعله المشاهدة والتوصيف. ضمن سياسة الدولة الرامية إلى التكفل الأمثل بالانشغالات الصحية للمواطن، أكدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني التوفير الدائم والمستمر لمواد تخدير الأسنان بعد طرح أزيد من 6,850,000 جرعة في السوق، بما في ذلك حوالي 5 ملايين جرعة في 3 أشهر الأخيرة من السنة الجارية. هذا ويتواصل التنسيق مع الأطراف الفاعلة ومتابعة توزيع الأدوية من خلال تصريحات الموزعين المعتمدين للحد نهائيا من حالات الاحتكار التي تتسبب في اضطرابات في سوق الأدوية. تفصل أكثر من العبديش في هذه الورقة. طبيب الأسنان هذا يمارس مهامه بطريقة جد عادية، يستقبل مرضاه ويعالجهم باستعمال مواد التخدير المتوفرة لديه باستمرار عكس ما يروج له. التخدير في عيادات جراحة الأسنان هو يعني حاجة انديسبونسابل، حاجة ضرورية، سواء لكل مرضى اللي جاوا، سواء اللي جاء التجميد واللي جاء على الألم ولدولار، وده اللي جاء لأي يعني سبب، لازم يكون المخدر متوفر، ما حاجة أساسية مش حاجة ثانوية. ما كانش أزمة حقيقية ذركة، مؤخرا دخلت شوية يعني جرعات راهي كاينة في السوق متواجدة، يعني متواجد التخدير، حاجة مليحة بزاف. ماذا بينا احنا، ماذا بينا المخدر أصلا ما يكونش يدخل برك، ماذا بينا يتصنع هنا في بلادنا. إجراءات كثيرة ومجهودات كبيرة بذلت من طرف السلطات المعنية لتوفير مواد التخدير بالكميات اللازمة وبصفة دائمة ومستمرة، ولوضع حد نهائي لندرة هذه المواد الهامة تم توطين 4 مشاريع إنتاج محلية.
نطمئن جميع المواطنين ونطمئن جميع جراحي الأسنان بوفرة هذا المنتوج في السوق الوطنية، وهذا بعد دخول 4 منتجين محليين وفي انتظار 5 إن شاء الله. نعلم أنه يعني منذ شهر جوان 2023 قمنا باستلام حوالي 137 ألف علبة، تحتوي كل علبة على 50 جرعة، و 98 ألف منها قمنا باستلامها في الشهر سبتمبر أكتوبر ونوفمبر، وعندنا أكثر من 40 ألف راهي قيد التحرير والمراقبة في الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، و 34 ألف قيد الجمركة، و 20 ألف اللي راح توصل في منتصف شهر ديسمبر. استراتيجية قطاع الصناعة الصيدلانية للتصدي لمشكل احتكار الأدوية ونقصها استطاعت وفي ظرف وجيز تشخيص الاختلالات وتحديد النقائص، خطوة هامة ساهمت بشكل فعال في توفير مواد التخدير وغيرها من الأدوية والمواد الصيدلانية التي كانت تعرف تذبذبا. في ملف التعاون استقبل اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وزيرة التشغيل والتكوين المهني الموريتانية زينب بنت أحمد ناه، وخلال اللقاء بحث الطرفان علاقات التعاون الثنائية في مجال الطاقة والمناجم وتعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية مع الاستفادة من الخبرة الجزائرية لا سيما في الشق المتعلق بالتكوين. وفي التعاون الإفريقي شارك اليوم وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني بدار السلام بتنزانيا في أشغال اليوم الأول للاجتماع 12 لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وبالمناسبة أكد زيتوني في كلمة له على ضرورة تسريع العمل لوضع الأسس الحقيقية لهذا الفضاء التشاركي التجاري من خلال تبني ملف قواعد المنشأ المتعلق بقطاع النسيج والسيارات ونسبة الاندماج. المتابعة لما تكون عملية تقنية وعملية تجارية ويكون الاتفاق حول القضايا التقنية في هذه المداولات اللي قمنا بها، كانت قضايا سيادة إفريقية حول المنتجات حول المواد الأولية كيفاش تحويلها. اليوم الكثير من الدول الإفريقية اللي مسناهم المحاضرين عن طريق وزراء التجارة يعني في إفريقيا. ناقشنا عدة قضايا تتعلق بمدى تقدم بروتوكول التجارة الإلكترونية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، بالإضافة إلى قطاعات تخص النسيج والسيارات. نأمل بالخروج في ختام هذه الأشغال بعدة توصيات والتي من شأنها دفع التجارة الإفريقية وترقيتها. بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال تتواصل أشغال الطبعة الثانية من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة بمشاركة أزيد من 200 مستثمر وخبير دولي في مجال المؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى أزيد من 10,000 مشارك من أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة الجزائريين والأفارقة. وصال الجوابي. فضاء يوحد الرؤى ويعزز المصادر الاقتصادية، مؤسسات ناشئة من مختلف الدول الإفريقية كل حسب تخصصاتها تلتقي هنا لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التكنولوجيات والتقنيات المبتكرة. عندنا هنا مؤسسة ناشئة، عندنا المشروع مبتكر اللي هو عمود إنارة العمومية المنزلق، هذا ينحينا المشكلة تاع لاناسيل. سما خدمنا المشروع هذا باش نحيو لاناسيل ونيفيتيو سيركيلاسيون هذيك تاع صيانه الاعمده الكهربائيه. المشروع تاعنا كما راكم تشوفوا في التلفزيون هكذا يطلع ويهبط، لاكروس تاع البوطو تطلع وتهبط بآلة صغيره من تحت، سما ما نحتاجوش لاناسيل هذه مره ومن نيفيتيو لاكومبرومون هذيك في الفيلج. الان عندنا روبوت مكافحه الحرائق اللي طورناه هنا في الجزائر بنسبه ادماج 80%، وهو يحمي رجال الاطفاء ورجال الامن من خطر الحرائق. التطبيق تاعنا عباره عن تسهيل تسيير الموارد البشريه ويسمح تسيير الذاتي والديجيتال يعني تسيير تاع الموارد البشريه اونلاين. درنا هذا السيستم بالانرجي سولير، عندنا بانو سولير وهو
بالطاقه الشمسيه، هي تخزن الكهرباء داخل بيل تاع ليثيوم، وفي الليل غير يطيح الليل تشعل وحدها. المؤسسة الناشئة الجزائرية المشاركة في الحدث الهام لاقت إعجاب المشاركين الأجانب والمستثمرين. جميل جدا ما تقوم به المؤسسات الناشئة الإفريقية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية. المؤتمر مهم جدا لنا كطلبة، هي فرصة للاحتكاك مع مختلف المؤسسات الناشئة من كل بلدان إفريقيا. استفدنا جدا في مجال البحث العلمي وذلك لتطوير أفكارنا. لما جيت لهنا لقيت أنه كاين طلبة عندهم مستوى عالي في التفكير من ناحية المؤسسات الناشئة، وعندهم أفكار واطلاع مستقبلي، يعني قرارات كما قلت لها ما بعدها طيت لها. تم اعتماد أيضا مسودة مشروع قرار ستتقدم به الدول الإفريقية بقيادة الجزائر للاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة ظاهرة هجرة الأدمغة في القارة الإفريقية، حيث تم اعتماده من خلال جميع المشاركين في هذه القمة، كما عبرت العديد من الوفود الرسمية في هذا الإطار عن استعدادها للتعاون مع الجزائر في هذا المجال من أجل تعزيز التعاون الإفريقي. المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة في طبعته الثانية فرصة للابتكار والإبداع وإظهار قدرات مختلف المؤسسات التي يعول عليها في المقاربة الاقتصادية الجديدة للجزائر. وفضلات حاضنات الأعمال بقسنطينة فضل للتعريف بابتكارات الشباب من حاملي الشهادات الجامعية والطلبة وتجسيدها لتطوير الصناعة المحلية والرقي بها. ليندا شعبان. هم مجموعة من الشباب حاملي الشهادات الجامعية وكذا الطلبة الذين استطاعوا تجسيد مشاريعهم من أفكار علمية كل حسب تخصصه قصد ولوج عالم الصناعة المحلية. الفكرة تاعنا تنقص من قطاع الصحة، وذلك نظرا للاحتياجات في قطاع إعادة التأهيل الوظيفي. نديروا ان روبو اللي حيكون كونترولي افيك ان انترفاس، الانترفاس هذا حيكون فيه لي زانفورماسيون دو باسيون اي لي بارامتر دو روتاسيون اي دو فيتاس، وبيان سور لارشيفاج دي دوني. لو بروجي هذا ديريكسيون تاعو سي لي لابوراتوار داناليز. حنايا واش خدمنا؟ خدمنا اون ماشين تاع لي لامال هادو باه يكولوريوهم باه تشغل يديروا لو تريتمون اوتوماتيك، نقدروا نمينيميزيو تاني لو طون. ويعد مقهى الأعمال في طبعته الأولى السبيل الأمثل والطريق نحو إنشاء المؤسسات الناشئة والمصغرة، وهذا بمرافقة دائمة من طرف المختصين في هذا المجال. حتكون فرصة لهم ليجدوا مستثمرين يمكن أن يكونوا هما يعني لا سورس تاع لو فينانسمون تاع لي بروجي تاعهم بديلا عن أجهزة الدعم يعني الوطنية. وكذلك أيضا عملية أخرى تتمثل في كيفية تمويلهم، كيفية مرافقتهم، ولما لا في الأخير حتكون أيضا عملية قياس وتسجيل ما يسمى باحتياجات الشركاء، وهذا من أجل تدوينها وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة. هي مشاريع واعدة يطمح من خلالها رواد عالم الصناعة إلى خلق منتجات محلية بمعايير ومقاييس دولية متطورة. وبالمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بتيبازا، صالون الشغل في طبعته الثامنة فرصة وهمزة وصل بين الطلبة والمؤسسات الفاعلة. إكرام قاضي. هنا بالمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي يجتمع هؤلاء الطلبة، منهم باحثون عن فرص عمل، ومنهم من يبحث عن دورات تكوينية تتناسب وتخصصه. جيت اليوم لهاد الصالون باش نشوف لي زونتربريز اللي كاينين، فيكو هاد العام ان شاء الله عندي ان ستاج، جيت بور فوار لونتربريز اللي تخرج على لو تيم تاعي. راهي برك ما شاء الله كاين بزاف عروض، وقدرت نحط لي سي في تاعي في بليزيوغ زونتربريز اتاتيك و بريفي اللي بيان سور يكونوا عندهم علاقه مع التخصص ديالي. صالون الشغل فرصه هامه لعرض فرص العمل المتاحه واستقطاب كفاءات شبانية في مختلف القطاعات.
جينا هنا نشوفوا لي زيتيديون اون لي زاكومبان نشاركوا معاهم ونوروا لهم فرص الشغل نوروا لهم فرص باش يديروا تكوينات في القرض الشعبي الجزائري. البحث عن متخرجي جدد في ميدان الماليه العلوم الماليه والمخاطر، لان شركتنا تمنح فرص عمل لمتخرجين الجدد، وايضا نبحث على متربصين في هذا التخصص. الجديد في هذه الطبعه سيكو هذا العام نعمل على انقاص من السير الذاتيه الورقيه، لهذا اخترنا ان ننشئ دي كود كيو ار باش نرسلوا السيارة الذاتية via هذا الكود كيو ار. استحداث فضاءات كهذه خطوة هامة للحفاظ على الكفاءات الجزائرية وكذا تعزيز وإنعاش سوق العمل. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 29 نوفمبر إلى 5 ديسمبر الجاري العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 70 تاجرا مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 13 قنطارا و32 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 348,758 قرصا مهلوسا. وبكل من تمرست وبرج باجي مختار وانجزام وجنت أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 178 شخصا، وضبطت 16 مركبة و118 مولدا كهربائيا و76 مطرقة ضغط وثلاثة أجهزة للكشف عن المعادن و30 قنطارا من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 30 شخصا آخر وضبط 19 بندقية صيد و48,227 لترا من الوقود و6 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و20 قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. من جهة أخرى تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية ل 41 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 78 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. تمكنت شرطة العاصمة بحر هذا الأسبوع من الإطاحة ب13 شخصا ينشطون في عصابات إجرامية كانت وراء عمليات السطو التي طالت شركة خاصة للبريد السريع بالقبة ومحلات تجارية ومنازل بكل من شراجة ودل إبراهيم، مع استرجاع المسروقات التي قدرت قيمتها المالية بأزيد من 2,200,000,000 سنتيم، وقد تم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة. خلف حادث مرور وقع أمس على محور الطريق الوطني رقم 46 بين ولايتي ولاد جلال والمسيلة إثر اصطدام شاحنتين وحافلة لنقل المسافرين، خلف وفاة 8 أشخاص وإصابة آخرين. نتابع التفاصيل مع يونس الكحلدي. الساعة 8 مساء كانت توقيتا حزينا ببلدية شعيبة بولاد جلال، حين اصطدمت هذه الحافلة بشاحنة لنقل البضائع في حادث خلف وفاة 8 أشخاص. الوقت اللي مشى شوية الشوفور شو لقى كي جا يدوب لي لقى الطنوبيل قدامه، دخل في الطنوبيل هذيك. الوقت الحالي خرجتنا الكار البرا
كاين اللي خرج على الكار وكاين اللي قاعد الوسط حاصل، كل واحد كيفاش منين نخرج. الشاحنة تقريبا فاص في الكار بعد. الحادث وقع بطريق الوطن رقم 46، ومنه نقل الجرحى إلى مستشفى ولاد جلال أين يتلقون الرعاية اللازمة. تم قيام بعملية جراحية لشخص واثنين في المستوى الرعاية المركزة على مستوى مصلحة الرعاية المركزة، والباقي حالته مستقرة. كان هذا الحادث يتمثل في اصطدام حافلة نقل المسافرين بشاحنتين لنقل البضائع، خلف هذا الحادث للأسف 8 وفيات و15 جريح. وتبقى الحيطة والحذر واحترام قواعد المرور أساس الحفاظ على الأرواح. وأخذ الحيطة والحذر ضرورة لضمان سلامة المرورية، وترسيخا لهذا المبدأ نظمت اليوم المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني يوما تحسيسيا لفائدة سائقي مركبات نقل البضائع في إطار الحملة الوطنية التوعوية على مستوى الحواجز الأمنية وحواجز المراقبة. تفاصيلها مع أميرة منتحي. هاي قادر كيما هكا غايدير لك مشكلة كبيرة. هذا الدليل نمدوه للسواق، هذا السواق باش يقراوه ويتاخذوا من عند المعلومات ويكونوا حذرين في الطريق. نصائح وإرشادات ودليل توعية يقدمها أعوان الشرطة الجزائرية والدرك الوطني للمواطنين على مستوى الحواجز الأمنية لضمان سلامتهم. المبادرة هذه مليحة وتفيد الشعب، تفيدهم باش ما يسوقوش ما يجروش بزاف في الشتاء، ينقصوا يقدر ما يخرجش كاع في هذاك النهار وربح. بارك الله فيهم يعطيهم الصحة يعني على المبادرة هذه باش الناس ترد بالها ويعني ويعطونا معلومات. الحملة التحسيسية تندرج في إطار البرنامج التوعوي المسطر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني لفائدة سائقي مركبات نقل البضائع. نظرا لهول النتائج التي تخلفها من خسائر بشرية ومادية، لهذا نحث السائقين وخاصة كما ذكرنا حائزين على رخصة جديدة على ضرورة احترام قانون المرور وتفادي المخالفات الخطيرة، خاصة ما يتعلق بالسرعة المفرطة والتجاوزات وعدم احترام مسافات الأمان والمناورات الخطيرة. خلال تنظيم نشاطات تحسيسية لفائدة سواق المركبات لنقل البضائع على مستوى الحواجز الأمنية وكذا نقاط المراقبة بالتنسيق مع شركاء الأمنيين من قيادة الدرك الوطني للحث على ضرورة التحلي بروح المسؤولية أثناء السياقة وقواعد وقانون المرور. التحلي بروح المسؤولية مع الالتزام بكافة قواعد المرور ضرورة وجب على السائقين التقيد بها لتفادي الحوادث الخطيرة. الختام بفسعة سياحية بعروس المتوسط وهران، فبالإضافة إلى دوره الحيوي في النقل حيث يعتبر تلفريك وهران وسيلة ربط هامة بين ثلاث محطات بما يضمن للمواطن سرعة في التنقل بين مختلف أحياء المدينة، وفضلا عن ذلك يسمح باكتشاف سحر الباهية وجمالها. نتابع مع صوفيا لكم. أن تطل على مدينة وهران من أعالي جبل المرجاجو أصبح اليوم متاحاً للجميع، خصوصاً أثناء الصعود على المقصورة الهوائية لتلفريك وهران. كل فئة الأعمار راهي هنا، راهم الشبيبة بكثرة، العجائز، شيوخ، كامرهم هنا. أنا بعدك صراحةً خرجت نقلع ذيقة في نفسي، والحاجة الشابة 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 تلفريك. تلفريك وسيلة نقل مهمة جدا، سهلت التنقل، خلت فئة كبيرة راهي هنا ما شاء الله. المنظر شباب الله يبارك فهم، ما هنا يجوا كاع من الولايات يجوا هنا يحوسوا عندنا. هيا نجي سير تجمع هذوك بنادم كاع سيمانة خدام يجي هنا يريح، دي فوا نجيب الدار، دي فوا باللوطو، دي فوا خلي اللوطو تحت ونطلع بتلفريك. تلفريك هو اللي نشطها هنا، شوف ملي داروا زعما نشطة نيشان. مجيت سياحة، مجيت نيتواياج، التلفريك زعما صافي ان كرون بليزير. لا بليبار الناس كاع راهم هنا راهم جايين بالتلفريك، قليل راهم جايين بالفواتير. وسيلة نقل حيوية تربط بين وسط مدينة وهران والموقع السياحي في جولة سياحية لا تتعدى 7 دقائق. تلفريك اختي حاجة شباب بزاف، حنا ملي داروها لنا زعما المنفس الواحد على الانسان، طلعنا اون فامي هنا وكاع الحمد لله يا ربي بارك الله فيهم
ونتمنوا زعما غير وسائل حاجه خفافه للصغار ومنا باش يلعبوا كاع. التليفيريك هي مليحه وشغل ما طو خفيفه ما طوش بها بزاف، عندك 6 مينيت هكا. جينا في التليفيريك وسيله سهله باش تقتصدي الوقت ركبيت شغل ديفولي ثاني تشوفي المناظر. مكسب حقيقي يساهم في تسهيل عملية التنقل لاكتشاف سحر وجمال هذه المدينة المتوسطية ببرها وبحرها. إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل. الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية. الفريق أول محمد الغول على هامش أشغال الدورة 17 للجنة المختلطة الجزائرية التونسية المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين. رئيس الجمهورية توعد باستحداث قسم لطب النساء وآخر لأمراض السرطان، في الحقيقة فقد وعد ووفى. اليوم أنا نشوفه بعد زيارة السيد رئيس الجمهورية وفر وحدة علاجية على مستوى مستشفى المختلط ولاية تندوف، والحمد لله هذه حاجة زيادة إن شاء الله للولاية. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وزير الصحة يضع وحدة معالجة الأمراض السرطانية بتندوف حيز الخدمة. تابعنا في النشرة منجم جرج بلاد، أبرز معالم سياسة التحول العميق للجزائر الجديدة. تزويد السوق الصيدلانية بأزيد من 6 ملايين جرعة من مواد تخدير الأسنان. ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تؤكد التوفير الدائم والمستمر لهذه المادة. العدوان الصهيوني الهمجي يواصل قصفه للمدنيين العزل برا وجوا على شمال ووسط وجنوب غزة، مخلفا عشرات الشهداء ومئات الجرحى وسط مشهد يزداد تعقيدا وتصعيد صهيوني غير مسبوق بالضفة الغربية. ثمينة اليوم انتهت، برامج الإخبارية متواصلة. شكرا لكم على طيب المتابعة، تحياتي وتحيات كل الفريق الذي كان في خدمتكم هذه الأمسية. سلام عليكم.